ودابا غنجيو نهضروا على لي ماتيريو نو ميتاليك، نهضروا على لي ماتيريو بلاستيك في هذا الفيديو. دونك قبل ما نبداو غادي نهضروا شويه على لي ماتيريو بوليمير بصفه عامه، دونك ملي كيجيو كيفاش كنصايبوا دوك لي ماتيريو بوليمير، لي زافونتاج لي زانكونفينيون اكسيتيرا. بالنسبه لي ماتيريو بوليمير، دونك حنا كنعرفوا انهم ما بقاوش يعني خداو البلاصه ديال لي ماتيريو كونفونسيونيل اللي كنستعملوا، دونك بحال لي ميطو، بحال لو فير، بحال لو بوا، بحال البابيي. هاد لي ماتيريو بوليمير علاش خداو بلاصه هاد لي ميطو كونفونسيونيل؟ عندهم بزاف ديال لي زافونتاج، منهم انهم موان شير، اي سون بلو ليجي يعني خفاف، عندهم اون غروند ستابيليتي شيميك، كيعطيونا اون ديفيرسيتي دو ميثود تكنيك دو ميز اون فورم، يعني بزاف ديال لي بروسيدي دو ميز اون فورم اللي كيعطيونا لوبورتونيتي ولا لا بوسيبيليتي دافوار دي بيس دو فورم كومبلكس، بحال مثلا لو مولاج باغ انجيكسيون، ليكستروزيون، سوفلاج، ترموفورماج اكسيتيرا. كيعطيونا عاوتاني لا بوسيبيليتي دو روسيكلاج، سي ان افونتاج تري امبورطون. هاد لي ماتيريو بوليمير دونك ملي كيجيونا، يا اما كيكونوا دي ماتيريو الابوري بار اون رياكسيون شيميك، اون رياكسيون شيميك من واحد لا ماتيير بروميير بحال مثلا البترول ولا لو غاز ناتوريل ولا الشاربون، كندير هذيك لا رياكسيون شيميك كتكون عندي لا بوسيبيليتي انني نصايب دي ميليي دو ماتيريو بوليمير افيك دي بروبريتي ديفيرونت، يعني كل ماتيريو يشبه الاخر. دونك كيف ما كتشوفوا معايا هاد لو شيما هنايا، عندي لو بترول، دونك من بعد كندير ليه لو رافيناج كيعطيني لي ماتيريو بريمير. دونك هادوك لي ماتيريو بريمير كندير لهم اون ترانسفورماسيون فيزيكو شيميك باش يعطيوني لي مونومير، وهاد لي مونومير كندير لهم اون رياكسيون شيميك باش يعطيوني فلا سورتي لي بوليمير. Parmi les grands inconvénients ديال لي ماتيريو بلاستيك انهم ما كيريزيستيوش لا شالور، اون فوا كطبق عليهم واحد درجة الحرارة كبيرة دونك كيخسروا هادوك لي بروبريتي ميكانيك ديالهم. كاين دي ماتيريو لي نو بيو ديغرادابل، يعني ما كي ديغراداوش، دونك هذا سي ان انكونفينيون انفيرونمونتال. الا جينا بغينا نكلاسيو لي ماتيريو بوليمير، دونك نلقاو اننا نقدروا نكلاسيو بارابور ا لوريجين ولا بارابور او كومبورتمون فيزيك. دونك بالنسبه لوريجين، دونك نلقاو اننا عندنا دي بوليمير ناتوريل، دونك سو سون لي بوليمير بار لا ناتور، دونك بحال لو كوتون، بحال لو كويفر اكسيتيرا. كنلقاو لي بوليمير سانتيتيك، دونك سو سون دي بوليمير سانتيتيزي بار فوا شيميك او لابوغاتوار، بحال مثلا بولي ايثيلين، بولي كلورور دو فينيل اكسيتيرا. الى جينا بغينا نكلاسيو لي ماتيريو بوليمير بار كومبورتمون فيزيك، غادي نلقاو 3 تيب. دونك عندنا لي ثيرموبلاستيك، دونك اول حاجه لي ثيرموبلاستيك، دونك سو سون دي ماتيير بلاستيك كي اون فوا شوفي peuvent être déformés sans perdre leurs propriétés. يعني هاد لي ماتيريو ثيرموبلاستيك دونك يكونوا sensibles à la chaleur. Donc lorsqu'on augmente la température, ils se ramollissent. Et lorsqu'on baisse la température, ils redeviennent durs. Donc الى خدينا مثال بحال مثلا البولي ايثيلين، دونك بولي ايثيلين بوتي كنستعملو في لي بوتي اليمونتير، في لي بيدون. دونك نهضروا على هادي، نهضروا على هاد لي زيكزامبل هادو في لا ديزينياسيون ديال لي ماتيريو بلاستيك. دونك نلقاو لا دوزيام كلاس سي لي ثيرمو دورسيسابل، يعني العكس ديال لي ثيرمو بلاستيك. دونك لي ثيرمو دورسيسابل سو سون دي ماتيير بلاستيك كي اون فوا ميز اون فورم نو بوف بلو اتر ديفورمي سو لاكسيون دو لا شالور. دونك هادو كيكونوا انسونسيبل ا لا شالور. Donc lorsqu'on augmente la température, fait de la classe hadi, ils deviennent de plus en plus durs jusqu'à la carbonisation. Après la classe radin chauffe, il y a les élastomères. Les élastomères, ce sont des polymères réticulés, possèdent des propriétés caoutchouteuses. Ils sont extensibles jusqu'à un degré d'extension de 3 à 10 fois de leur longueur initiale. Donc ils rendent le jibdo jusqu'à 10 fois la longueur initiale de l'homme et ils rejoignent le blast. Deuxième débat, la désignation des matières plastiques. ديال لي ماتيريو اللي كاينين في كل كلاس وليتيليزاسيون ديالهم. دونك الى جينا هنايا مثلا في الثيرموبلاستيك، كنلقاو اننا مثلا عندنا لاسيتات دو سيلولوز، دونك كنلقاو لا بي اس، لاكريلونيتريل بيوتادين ستيرين، دونك هذا كنستعملوه في لي كاروسري اوتو. دونك بعدا هاد لاكريلونيتريل كنستعملوه مع لي فيبر دو كاربون باش كنصايبو لي بارشوك بلي فيبر دو كاربون. دونك كاين لو بوليميتاكريلات دو ميثيل، دونك كنستعملوه في لي ترونسبارون، les vitres, les optiques d'éclairage. Donc quel polyamide les engrenages, les montres, les coussinets.
دونك كاين بوليامييد تيب 11 اللي كنستعملو في لا كانيزاسيون دونك كيتسمى نيلون. كاين مثلا البي او اتش دي بولي ايثيلين او دونسيتي هو اللي قلنا كنستعملو, ولا بي او تي بولي ايثيلين تيغ فطالات اللي كنستعملوه في لي بوتي واللي هضرنا عليه قبيله. بالنسبه للبولي ايثيلين او دونسيتي راه كنستعملوه في لي بوش بلاستيك يعني في هذوك السكان ديال الميكان اللي ما بقاوش. بولي بروبيلين اللي كنستعملوه في التويو اي لي بوتي. البولي ستيرين كنستعملوه في لومبالاج الكتروميناجي. كاين عاوتاني البي في سي اللي حنا كنعرفوه كاملين دونك اللي كنستعملوه في لا كاناليزاسيون في الديور ديالنا دونك اللي رومبلاصا لو كويفر بواحد الشكل كبير بزاف اكوز ديال هذوك لي زافونتاج اللي قلنا في الاول. دونك نجيو دابا لي تيرمودورسيسابل. دونك لي تيرمودورسيسابل دونك راه عندي هنايا فينو بلاست دونك بلو فيو دي تيرمودورسيسابل. دونك هذا حتى هو لقاوه الناس في 1907. سي ان ايزولون الكتريك اي تيرميك. دونك لقاو ليبوكسيد دونك لقاو بوليستير. البوليستار هو اللي كنستعملو في الكاروسري مثلا ديال الماطر دابا وفي ديال لي زوطوموبيل. كنلقاو بولي اوريتان اكسيتيرا. دونك بالنسبه لي زاستومير دونك كنلقاو المشهور فيهم هو ام بي ار بيوتادين اكريلونيتيل اللي كنستعملو حتى هويا. دونك لي زاستومير راه كنستعملو في لي بنو, كنستعملوه مثلا في بزاف ديال 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 لي دومين. اي حاجه خاصة تكون عندي ان ماتيريو الاستيك كنستعمل فيها لي زيلاستومير, وبيان سور على حساب لوتيليزاسيون ديالك, على حساب لوتيليزاسيون اللي نتا باغي دير فيها هذاك لي لاستومير. دونك كنتمنى هذا الشيء يكون واضح, وغادي نكملو وغادي ندوزو في لا فيديو سويفونت لي ماتيريو كومبوزيت.